السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة الصف الأول الابتدائي، سنتعرف في الوحدة الجديدة على وحدات الطول على الدرس الأول، وهو مقارنة الأطوال. في البداية سنتعرف على المصطلحات الرئيسية، وهي طويلا قصيرا أطول وأقصر. ما هو مفهوم مقارنة الأطوال؟ مقارنة الأطوال هو أن يقارن بين أطوال الأشياء، وهي مقارنة بين شيئين أو أكثر، كمقارنة طول شخصين. في هذه الصفحة في كتاب الطالب صفحة 28 سنتعرف على صور. لدينا ثلاث شجرات، كل شجرة لها طول مختلف. أي شجرة فيها أطول شجرة؟ هذه هي أطول شجرة. وأيهما أقصر، هذه أم هذه؟ إنها هذه. قارنا بين ثلاثة أشياء، بين ثلاثة أشياء: طويل، قصير. لدينا أسطوانتين، الأولى لونها حمراء والثانية زرقاء. الأسطوانة الحمراء هي قصيرة والأسطوانة الزرقاء هي طويلة، ونلاحظ الطول في أمامنا. لدينا خيطين، الخيط الأول أحمر والخيط الثاني أزرق. أصدقائي، أيهما أقصر، الأزرق أم الأحمر؟ أجل، القصير هو الأزرق والطويل هو الأحمر. صورتان، البنت وأمها، سنسمي هذه سلمى وهذه أمها. سلمى كما نلاحظ أنها هي القصيرة، والأم هي الطويلة. قصيرة تن. ونقارن بين شخصين، نقارن بين شخصين، قصيرة طويلة. سنكمل. لدينا بعض الخضروات التي أمامنا، سنضع بعض الخضروات في الطبق القصير وخضروات أخرى في طبق طويل. هذا هو الطبق القصير وهذا هو الطبق الطويل. لدينا باذنجان، سنضعها في الطبق القصير، سنضعها في الطبق القصير، أخرى سنضعها بالطبق الطويل. سنكمل باقي الخضروات ونوزعها في باقي الأطباق. هذه جزرة طويلة والأخرى قصيرة. هكذا وزعنا الأطباق قصيرة وطويلة جميع الخضروات. سننتقل مع بعض إلى كتاب التمارين الطالب صفحة 21 ونتابع مع بعض حل التمارين يا أطفال. لدينا التحدي الأول، أصل بخط بين الصورة وما يناسبها فيما يأتي. لدينا عظمتين في الصورة في السؤال الأول. العظمة الأولى كما نلاحظ أنها طويلة والعظمة الثانية قصيرة. يريد منا معرفة الكلمات التالية: الأقصر، الأطول. هذه هي الكلمات. سنصل بخط الكلمة الأقصر مع العظمة القصيرة وكلمة الأطول مع العظمة الطويلة. التحدي الثاني، ألف، ألون الدودة الأطول باللون الأزرق. لدينا دودتين، الدودة الأولى قصيرة والثانية طويلة. الدودة الأطول سنلونها باللون الأزرق. هذه هي الدودة التي سنلونها باللون الأزرق. باء، ألون الدودة الأقصر باللون الأحمر. لدينا أيضا دودتين، سنلون الأقصر باللون الأحمر. ما رأيكم، هل هذه الأقصر أم هذه؟ نعم، إنها هذه هي الأقصر، سنلونها باللون الأحمر. التحدي الثالث، ألون الشريط الأطول باللون الأصفر وألون الشريط الأقصر باللون الأخضر فيما يأتي. لدينا أربع أشرطة، يريد منا أن نلون الشريط الأطول باللون الأصفر. هذا هو الشريط الأطول، سنلونه بالألوان اللون الأصفر. ويريد منا أيضا ألون الشريط الأقصر باللون الأخضر. برأيكم أيهما أقصر؟ أجل، إنه هذا هو الشريط الأقصر، سنلونه باللون الأخضر. أعزائي الطلبة، الرجاء الانتقال إلى كتاب التمارين صفحة 21 وحل تمارين الكتاب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب، أسعد الله أوقاتكم بكل خير.
درسنا اليوم في مادة الرياضيات عن درس ترتيب الأطوال. تعلمنا في درسنا السابق درس مقارنة الأطوال، وقلنا أن هناك طويل وقصير. في درسنا اليوم إن شاء الله سوف نتعرف على درس ترتيب الأطوال. درس ترتيب الأطوال، المصطلحات الرئيسية التي سوف نتعلمها في درسنا: أطول، أقصر، الأطول، الأقصر. في درسنا اليوم سوف نتعرف على من هو الأطول والأقصر والطويل والقصير. يعني في هذه المجموعة هنا لدينا هنا فتاة وولد وأم وأب، هذه عائلة تسمى. مجموعهم وعددهم 4، فلنعدهم: 1، 2، 3، 4. نريد أن نعرف من بين هذه المجموعة من هو الأطول. كيف نعرف من هو الأطول؟ سوف نحضر مسطرة أو أي خط ما بينهم، نلاحظ هنا أنهم متساوون في كل، يعني في وقفتهم متساوون. أما من هنا فيكون الأب هو الأطول، ثم الأم، ثم البنت، وأخيرا الطفل الصغير. إذن الأطول الأب، ثم الأم، ثم البنت، ثم الولد. في هذا الترتيب هنا يوجد لدينا 3 معالق متساوية من هنا في من هنا متساوية، لكن يجب علينا أن نعرف من هو الأطول من هو الأقصر. يجب علينا ترتيبهم من الأطول إلى الأقصر أو من الأقصر إلى الأطول حسب ما يريده من التمرين. هنا نريد أن نرتب هذه الملاعق من الأطول إلى الأقصر. نلاحظ من هنا أن هذه المعلقة كانت هي الأطول، ثم هذه المعلقة سوف تكون الأطول، وأخيرا المعلقة الصغيرة ستكون الأقصر. إذن هنا 1، 2، 3. في شرح التمارين نكمل هنا في الدرس. لدينا مجموعة من المسامير، نتعلم أن هذا المسمار هو الأطول وهذا المسمار هو الأقصر كما هو موضح لكم في كتاب الطالب في صفحة رقم 29. هنا في مجموعة الأقلام الموجودة في صفحة رقم 29 أيضا يوجد مجموعة من الأقلام، فلنعدهم معا: 1، 2، 3، 4، 5. يتضح لدينا أن القلم هذا هو الأطول، ثم نبدأ بالأقل طولا، ثم الأقل، ثم الأقل، ثم الأقصر بالتدريج. هذا أطول من هذا، وهذا أطول من هذا، وهذا أطول من هذا، وهذا هو الأقصر. أقصر قلم، أطول قلم. في حل تدريباتنا في صفحة في ترتيب في كتاب التمارين، الرجاء من جميع الطلاب حل هذه الصفحة. في صفحة رقم 22 يوجد لدينا تمارين ترتيب الأطوال. هنا في صفحة رقم 22 أرتب السؤال هذا الأول أو التحدي الأول، أرتب حسب طولي من الأطول إلى الأقصر. يريد من الأطول إلى الأقصر وليس العكس. انتبه إلى السؤال جيدا، يريد ترتيب الأطوال من الطول من الأطول إلى الأقصر. هنا في التمرين مجموعة من الحلقات المترابطة مرقمة بالترميز، هي ليست بالأرقام ولكنها بالترميز. هنا ألف، باء، جيم، دال، وها. ألف، باء، جيم، دال، وها. في ألف يوجد 3 حلقات، في باء يوجد 4 حلقات، في جيم حلقتان، وفي دال 1، 2، 3، 4، 5، 6 حلقات، وفيها 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7. في كيف نرتب من الأطول إلى الأقصر؟ إما بالعد الحلقات أو بنظر هنا. نظر هنا من هو أطول خط لدينا؟ الخط هذا ويرمز إلى ها، نكتب هنا، نبدأ طبعا من هنا ها، يريد الكتاب أن نبدأ من هنا، نكتب هنا الرمز ها، ثم بعدها نكتب الأطول بعد ذلك،
وهو الذي فوقه دال، ومن ثم باء، ومن ثم ألف، وأصغر شيء أو أقصر شيء هو جيم. إذن الترتيب سوف يكون ها دال با ألف وأقصر شيء جيم. نرتب من اليسار إلى اليمين. التحدي رقم 2، ورتب حسب الطول من الأقصر إلى الأطول. هنا نلاحظ أن التمرين أو التحدي يريد منا أن نرتب عكس التمرين الأول، هنا من الأقصر إلى الأطول. هنا الطائرات ورقية عددها 4، نعدها سويا 1 2 3 4 مرمزة بألف باء جيم دال. يجب علينا ترتيبها من الأقصر إلى الأطول. طبعا نلاحظ هنا أن الرمز أو الطائرة باء هي أقصر شيء، نضعها نضع رمزها هنا، من ثم الطائرة جيم، من ثم الطائرة دال، وأطول أو الأطول من بين هذه الطائرات هي الطائرة ألف، نضعها هنا. إذن الترتيب مرة أخرى: باء جيم دال وألف. التحدي الأخير والثالث هو نريد أن نحوط الكلمة المناسبة لتكون الجملة صحيحة فيما يلي. قلم التلوين، قلم التلوين، أين هو قلم التلوين؟ ها هو قلم التلوين. هو أقصر أم أطول من قلم الرصاص؟ هو أقصر، قلم التلوين هو أقصر أم أطول من قلم الرصاص؟ طبعا هو أقصر من قلم الرصاص، نضع دائرة على كلمة أقصر. إذا قلم التلوين هو أقصر من قلم الرصاص. الحزام، أين هو الحزام؟ ها هو الحزام. هل هو أقصر أم أطول من قلم الرصاص؟ طبعا هو، انظر، هذا هو الحزام، هذا هو قلم الرصاص. طبعا الحزام هو أطول من قلم الرصاص، الحزام أطول من قلم الرصاص، نضع دائرة على كلمة أطول. أما الخيار الثالث أو التمرين الثالث، الشريط، أين هو الشريط؟ هذا هو الشريط. هل الشريط هو أطول أم أقصر من الحزام؟ طبعا الشريط أقصر من الحزام، ونضع دائرة على كلمة أقصر. إن شاء الله تكونوا استفدوا من هذا الدرس. الرجاء من الطلاب الأعزاء حل تمرين صفحة 22. إن شاء الله نراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.